الله يهديك شيخنا كثر اجرك. الشيخ بعض الاسئله شيخ تسمح لنا شيخ. طيب عطنا كم واحد كم سؤال بس ما تكثر. طيب البضاعه قليله يعني. الله المستعان. نعم. الشيخ سائل يقول احسن الله اليكم، ما هي صفات العلماء الذين نسمع لهم وناخذ عنهم الدين؟ انا اوضحتها في كلمتي انها اللي اخذوا العلم عن اهله تلقاه بسنده، هذا اول شيء. والثاني انه يكون مزكى من اهل العلم، يكون مزكى من اهل العلم في زمانه. مثلا يعني اليوم مثلا يعني في الزمن الماضي اللي قبل 10 سنين 15 سنة وما وراءها، من اللي أثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد العثيمين مثلا، هل نريد الحصر يعني قبلهم، من اللي أثنى عليه الشيخ محمد بن إبراهيم ومشايخ في زمانه، اليوم مثلا من اللي يثني عليه الشيخ صالح وزان، عبد المحسن العباد، عبد الرحمن العجلان مثلا، كبار المشايخ، يحيى النجمي، زيد المدخلي مثلا، هكذا. نعم.